أولا نشكر إذاعة الداخلة وموقع الداخلة 24 على تغطيتهم لهذا النشاط ومختلف الأنشطة التي يقوم بها الفضاء الجمعوي. هذا اللقاء هو لقاء إخباري لهيئات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إطلاع الجمعيات على فحوى المحاورات يعني المشاورات التي قمنا بها على المستوى المركزي في إطار تحضير للملتقى المغربي الأول لهيئات ومنظمات المجتمع المدني الذي ستحتضنه مدينة الداخلة خلال شهر مارس المقبل بحول الله وقوته. المسألة الأخرى هو التحضير أيضا للملتقى، سيكون تحت شعار المجتمع المدني في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن الثوابت والمقدسات. سوف يعرف مشاركة جمعيات من مختلف وشبكات من مختلف جهات المملكة، كما أنه أيضا سينعقد تحت الرئاسة الفعلية للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ستتخلله يعني محاضرات وندوات في إطار تقديم خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني من طرف ندوة سيؤطرها الوزير. ستكون هناك أيضا ندوة تحت عنوان يعني دور النخب الحية والمجتمع المدني في تصور وإعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، سوف يقدمها الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مجموعة من الندوات التي تهم الانتقال الديمقراطي والتنموي والحقوقي بالمملكة المغربية من الشمال إلى الجنوب. النقطة الأخرى التي يعني تم التطرق إليها أيضا خلال هذا اللقاء هو التحضير لزيارة وفد المنتدى المواطنة والتنمية الذي سيحل بمدينة الداخلة يوم الأربعاء المقبل في إطار يعني تكوين أو تأسيس الفرع الجهوي للمنتدى الذي أيضا يتهيأ لملتقى سيكون يوم 28 فبراير في مدينة الدار البيضاء، سوف يعرف مشاركة أزيد من 1800 مشارك. الخلاصات، هذا الاجتماع هو اجتماع عنده بعدين، البعد الأول هو بعد تعريفي، البعد الثاني هو بعد تقني من خلال يعني الإعلان عن الجانب التنظيمي يعني الملتقى وتقديم التصور العام حول الملتقى الذي سيكون في شهر مارس، زيادة على ذلك يعني تكوين اللجان التي سوف تكون مسؤولة عن الجانب التنظيمي المرتبط بزيارة الوفد وفد المنتدى المواطنة والتنمية.